ما هو بيتكوين؟ بيتكوين هي أول أموال رقمية لا مركزية، عملة رقمية يمكن نقلها عبر الإنترنت. بالمقارنة مع الخيارات الأخرى، فإن البيتكوين لها العديد من المزايا، ويمكن نقلها مباشرة عبر الإنترنت دون تدخل المصارف أو غرف المقاصة، ونتيجة لذلك، فإن الرسوم أقل بكثير، ويمكن استخدامها في أي بلد، ولا يمكن حظر حسابك ولا توجد شروط مسبقة أو حدود تعسفية. أولا، تم تعريفه على أنه شيء منقول، لأنه إذا قمت بتطبيق تفسير موسع للمصطلح، يمكن استخدامه كشيء، على الرغم من أن مظهره إلكتروني ويمكن استخدامه كشيء، إلا أن هذا النوع من التفسير لا ينطبق عليه. وفي هذا الصدد، ذكرت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي ما يلي: يجب أن يتأكد